النباتية الخاصة بكل جامعة. الحديقة النباتية بتؤدي دور عظيم من الأزل من في نحو علم تقسيم النبات، لأنها بتعكس مدى التقدم الزراعي. يعني كل ما كان عندنا حدائق دي بتعكس مدى التقدم الزراعي في أي دولة، حيث تضم العلاقات النباتية المختلفة اللي تنمو بمناطق المناخية الموجودة بها الحديقة، وجنب الأنواع الجديدة وأقلامتها. وده اللي فعله الخبير إسماعيل. برضو أقدم وأقول إن الحديقة النباتية متحف حي بيعكس المفاهيم العلمية والثقافية والتربوية والتعليمية لحياة النبات المختلفة، وهي في منتهى الأهمية إنها في حفظ، إنها بتخلينا نحفظ ونصون الأنواع المهددة بالانقراض. إحنا قلنا إن الحديقة النباتية دي لازم تحوي أكبر مجموعة من الأنواع والأصناف النباتية المحلية والمستوردة، لكن لازم كل نبات يكون مزود بلوحة يكون عليها الاسم العلمي للنبات وفصيلته التي ينتسب إليها مع تحديد موطنه الأصلي. غير كده إن الحديقة النباتية اللي إحنا شايفينه في حديقة الغرمان دي بتبقى مركز لدعم المشروعات البحوث النباتية في كليات العلوم والزراعة والصيدلة والطب والهندسة والآداب والدراسات الدراسية والحديث، وبالذات الصيدلة ومركز القومي للبحوث. يعني بيقولنا كتير قوي عشان يقولونا على أسماء النباتات نقدر إحنا نشتغل عليها علشان نطلع منها يعني حاجة تكون مهمة. طيب إيه هي الحدائق النباتية التابعة للجامعات؟ في الفهارس النباتية في 800 حديقة نباتية تبع لجامعات العالم. طيب احنا فين من جامعات العالم دي؟ موجودة عندنا في مصر في كلية علوم عين شمس، فيها حديقة نباتية تشمل حوالي 600 نوع نباتي، أسسها المرحوم الدكتور حسيب سنة 1953، لكن للأسف دلوقتي أصبحت 50 نوع لأنها تدهورت بعد ما الأستاذ الدكتور سيد فرج يعني رحمه الله. كلية علوم محرم بيه حديقة نباتية بتشمل حوالي 500 نوع بحالة جيدة جدا، فيها عدة صوب وخاصة بها صوبة للنباتات السرخاصية لا يوجد مثيل لها في مصر. بيشرف عليها الآن الدكتور سليم هنيدي، وأنا بعتز جدا بهذه الحديقة وبنحاول إن احنا ندعمها ببعض النباتات، وبسعد جدا لما بروح أشوف صوبة السراخس اللي موجودة هناك. كلية تربية عين شمس فيها حوالي 300 نوع وفيها أنواع شديدة الندرة زي الأبولونيوس وزي نوع من أنواع اللورة اسمه لورة أزريقا. نيجي لكليات الزراعة القاهرة وعين شمس. احنا عارفين إن القاهرة دي كانت أساسا من حدائق الخديوي إسماعيل، وعين شمس كانت الحديقة الخاصة لمحمد علي. فدول فاضل من نوع حاجات بسيطة جدا الحقيقة. في كان عين شمس فيه نوع اسمه أكاسيا كالاسفوليا والسينامومو كونفوراما، دول اللي فاضلين بعد لما اتعملت الجامعة واتبنت المباني. أما كلية زراعة القاهرة فاضل شجرة نادرة واحدة بس اسمها ترمينالية بنزو. في بقى حاجة مهمة قوي شفتها لسه السنة دي، كلية علوم أسوان فيها حديقة نباتية مصرية، كل النباتات اللي فيها نباتات مصرية، ودي معمولة بفضل الدكتورة إيرينا. ومزروع في هذه الحديقة نبات كمهدد بالانقراض اسمه ميدينيا أرجونا، والحقيقة أنا سعيدة جدا إن أنا لقيت 23 نخلة بعد ما كانوا بيقولوا خلاص ما فيش إلا نخلة واحدة في العالم كله، لقينا دلوقتي 23 نخلة هناك وكانت مثمرة وخدنا منها ثمار، خدنا منها 30 ثمرة وزعناهم على الحدائق وعلشان نزرعها. طيب دي الحدائق اللي تبع حدائق نباتية تبع للجامعة. طب اللي تبع لوزارة الزراعة عندنا، أنا بتكلم على الحدائق النباتية اللي هي بتشمل أعداد كبيرة من النباتات. في عندنا حديقة الغرمان والحيوان، ودول مساحتهم على التوالي 28 و85 فدان. الحدائق دي حديقة الغرمان والحيوان زرعت بنظام اسمه نظام إنجلاند. هم حديقتين في مصر بس اللي مزروعين بنظم نباتية، الأرمان والحيوانات وحديقة القبة.
حديقة القبة مزروعة بنظام اسمه هاتشيسون، وحديقة قصر القبة دي مساحتها 124 فدان وكان فيها 750 نوع نباتي، لكن الآن بسبب مشاكل الصرف السكي أدت المياه الجوفية إلى انخفاض الأعداد إلى 200، لكن دلوقتي ابتدوا إن هم يعني يحسنوا من الموضوع دوت، وإن شاء الله هنزرع فيها وهنرجع ال 750 نوع نبات. في كمان حديقة الزهرية أنا ما انساهاش، لأنها دي كانت حديقة الأقلام بتاعة الخديوي إسماعيل، دي كانت 40 فدان، كان الخديوي إسماعيل حاطط فيها 2 مليون نبات ب 3000 نوع نباتي، لكن للأسف والكلام ده مكتوب في كتاب ديمش فالري المستشار النباتي بتاع الخديوي إسماعيل بتاع حدائق مصر ومتنزهاتها، كاتب إن حديقة الزهرية كان فيها 2 مليون نبات ب 3000 نوع نباتي. أصبحت الآن حديقة الزهرية قد إيه؟ 8 فدادين وفيها 325 نوع نباتي بس. طيب إيه هي الحدائق التاريخية بتاعة مصر؟ الحدائق التاريخية في القاهرة عندنا قصر محمد علي شبرا، القناطر الخيرية، حدائق الجزيرة. حدائق الجزيرة دي بتشمل إيه؟ بتشمل الزهرية والأسماك والحرية والنهر والأندلس ومور وحديقة المسلة. يمكن حد فينا كتير ما يعرفش إيه مين النهر ومور والمسلة، لكن دول موجودين ورا حديقة الأندلس. كمان حديقة الأزبكية والأرمان والحيوانات وكلية زراعة القاهرة وقصر الأمير محمد علي والحديقة اليابانية وحديقة المتحف الزراعي. أما حدائق الإسكندرية فعندنا النزهة وأنطونيادس والورد وحديقة الحيوانات وحديقة المنتزة والشلالات وحديقة كلية علوم محرم بيه اللي أنا أشرت فيها قبل كده. حدائق أسوان عندنا حديقة الجزيرة النباتية، دي من الحدائق الهامة جدا وفيها حوالي 500 نوع نباتي، وحديقة فريال دي كانت حديقة الملك فاروق كان عاملها ومهديها هدية لبنته في عيد ميلادها. طيب أنا هتكلم على الحديقتين اللي معمولين بالسيستم النباتي اللي هو إنجلر وهاتشيسون، وبعد كده هقول إيه هي النظام الجديد اللي المفروض الحدائق تتعمل بيها. إحنا قلنا إن الأرمان والحيوانات كانت معمولة بنظام إنجلر. أنا هنا حبيت إن أنا أحط حديقة الأرمان والحيوانات قبل لما تتقسم، قبل ما يتعمل كوبري الجامعة والجامعة، وبعد لما اتقسمت بقت حديقة الأرمان وحديقة. طبعا حديقة الحيوان اتغير وفيها معالم كتير جدا ونباتات كتير راحت، وكمان لما مصطفى عوض كان موجود غير مسار المجرى المياه فيها يعني، وراحت فيها نباتات للأسف عمرنا ما نعرف نعوضها، وخاصة مثلا شجرة اللبان الذكر. يعني الشجرة دي أنا كنت بسعد جدا لما كان يبقى في حفلة هناك وبص اليوم دقين مسمار هناك وبص الاقي اللبان نازل من المسمار دوت بكمية وليه ريحة رائعة. للأسف الحاجات دي راحت وغيرها راح يعني. فأنا هتكلم عن الأرمان يعني دي كانت الجزء الثاني من حديقة الحيوان أو الجزء اللي فضل بعد ما اتقسمت الجنينة. لو هنشوف الجزء اللي بالأزرق، الجزء اللي بالأزرق دوت دي مثلا عيلة النخيل اللي هي الأريكيسي. الجزء اللي بالأخضر دي العيلة بتاعت معرات البذور اللي فيها الثرو والأروكاريا والتاكسوديوم. يعني أنا مش عايزة أسرد نباتات كتير عشان يمكن في ناس كتير مش متخصصين في النباتات، لكن كنت أحب إن أنا برضو أضيف إن في كلية التربية قالت إن أكبر مجموعة من معرات البذور هي موجودة في حديقة الأرمان، واتعمل بيها بحث 12 في مجلة تيكورنيا. وطبعا كان الواحد سعيد إن يكون في حاجة زي كده هوت يعني. فهنا هو لو هنشوف الحديقة يعني هنا مثلا الحتة دي كان فيها أنواع من الغاب. إحنا عندنا أكبر مجموعة غاب موجودة في مصر في جنينة الأرمان. في حديقة الورد هنا هو الموجود دي موجودة حديقة الورد وهكذا. نيجي هنا نشوف بعض أقسام من حديقة الأرمان. في جزء للنخيل، النباتات المائية، المخرجيات، الورد.
طيب قلنا الحديقة الثانية هي حديقة قصر القبة، ودي معمولة بنظام هاتشيسون. الحديقة دي متقسمة لثلاث أجزاء، جزء اللي هو الجيمنوسبيرم اللي هو معرض للبذور دوت، وأنا عاملاه بالأخضر في كل الأنواع بتاع زي السيكاس والزاميا والصاري والألوكاليا والتاكسوديا. تاني جزء هو مغطاة البذور، ومغطاة البذور دي بتنقسم لثنائية الفرقة ووحيدة الفرقة. ثنائية الفرقة دي احنا شايفينها اللي معمولة بالأحمر هي كمية كبيرة جدا، إنما وحيدة الفرقة هي الجزء اللي بيبقى فيه النخيل والاسترليزيا، يعني بعض الحاجات اللي زي كده. نيجي انا هنا بوري بعض المناطق في حديقة القبة، زي منطقة وعرات البذور والنباتات البقولية، منطقة الكافور، لانها هي متقسمة ايه لعائلات. طيب احنا عايزين نتكلم بقى ايه هو الجديد. الجديد ده هو حاجة اسمها APG system of classification، اللي هي Angiosperm Phylogeny Group، وده التصنيف. التصنيف ده بيضيف خصائص الدي ان ايه كأحد المعايير الرئيسية في العائلات والأجناس بجانب المورفولوجي والأناتومي. احنا عندنا APG system ده ابتدى من سنة 1998، وفي دول عملوا ده مجموعة من العلماء، وابتدوا يمسكوا عائلات عائلات ويشوفوا ايه هي الحاجات المتشابهة مع بعضها، خاصة في الدي ان اي. وفي APG system 1 ده عملوا 462 فاميلي. سنة 2003 كان APG 2 عملوا 457 فاميلي ب 45 اوردر. APG 3 في 2009 415 فاميلي. انا بحزن بصراحة ان احنا من سنة 1998 عندنا التصنيف الحديث دوت، واحنا ما نعرفش عنه اي حاجة، ما نعرفوش الا من سنتين. والتصنيف ده غير حاجات كتير جدا في العائلات، وضم عائلات كتير مع بعضها. التصنيف دوت قسم المجموعة الزهرية الى ست اقسام. اول قسم هو الايرلي بلانت. الايرلي بلانت ده تبع العائلات، هو بيضم النباتات المخروطية والنباتات السيكاس والانواع البودوكاربس والجينكو والجونيبرس. العائلات النباتية اللي انا اعرفها، طبعا في عائلات اكتر من كده، بس اللي معروفة لدينا، او ممكن يكون في حد غيري يعرف اكتر، اللي معروفة لدينا في مصر هم 10 عائلات، عائلة الأروكاريا والصنوبر والجينكو والزاميا والسيكاس والسيفالوتاكسس والتاكسوديا والسارو والبودوكاربس والإفيدرا. النباتات دي تقريبا 40 نوع نباتي. نيجي بقى لتاني مجموعة، هو مجموعة المانوليدز. المانوليدز دي حطوا فيها النباتات المتشابهة من الزيوت الطيارة، زي المانوليا واللورا والقرفة والنباتات اللي بيستخرج منها التوابل، وكمان بعض أنواع الفاكهة زي أنواع القشطة. عدد النباتات المتأقلمة في مصر في هذه المنطقة هم 10 أنواع نباتية، والعائلات هم 8 عائلات اللي إحنا نعرفهم. نيجي لتالت مجموعة هي وحيدة الفرقة. وحيدة الفرقة دي 31 عيلة. فيها ايه؟ فيها النخيل والبامبو والاعشاب والنباتات الداخليه والاوركيد والعصاريه، وكمان المفروض ان يتعمل فيها بركه مائيه عشان نزرع البردي، لان البردي ده برده من المونوكوب، والبردي الحقيقي والبردي الكاذب، ونعملها زي واحه طبيعيه. وبرده في قلب النباتات البركه المائيه دي ممكن نحط بعض الاشجار النادره المائية، وفي منها زيها حاجة اسمها الامباتشي تري او الاشينومين. دي شجرة من العيلة البقولية موجودة في حديقة الرمان، خشبة اخف من الفريين.
انا بيحب طبعا ياخد الفايل دوت او الفولدر دوت، انا حاطه جميع العائلات النباتيه اللي هم ال 31 عيله اللي ممكن يتحطوا في الجزء الثالث ده. وعلى فكره الجزء الثالث ده المفروض يتعمل فيه الصوبه، الصوبه خاصه سواء كانت زجاجيه او صوبه خشبيه. ليه؟ لان في عيله الاريسي، الاريسي دي اللي هي فيها الدفنبخيه والقشطه، الحاجات اللي انتم بتشوفوها في معارض زهور الربيع. فاذا لازم يتعمل في الجزء الثالث ده الصوبه دي في منتهى الاهميه. نيجي للجزء الرابع. الجزء الرابع ده في عائلات كتير بتضم النباتات القصاريه والنباتات يعني الكاكتسي والساكلان. احنا عارفين الكاكتسي دي بتتبع عيله واحده، انما الساكلان بيتبع عيلات كتير. فاحنا عندنا عيله زي الايزوليسي اللي بتاعت حي العالم والايفورجيسي والكراسوليسي. فاذا ممكن في المنطقه الرابعه دي نعمل حديقه صبريه، والحديقه الصبريه دي يبقى داخلها بعض الاشجار اللي موجوده في نفس الايديكوت دي، زي مثلا البلوط الحريري، المتسلقات، بعض المتسلقات زي الكراكولا. نيجي للجزء الخامس. احنا قلنا 6 اجزاء، الجزء الخامس ده فيه 45 عيله، ده اكبر جزء من الاجزاء بتاعه الاي بي جي سيستم. ده فيه حوالي 400، ممكن يتحط فيه حوالي 450 نوع نباتي، سواء اذا كان اشجار خشبيه زي البلوط والمهوجاني والترميناليا، اشجار وشجيرات مزيره زي الاكاسيا واللبخ والكاسيا، اشجار فاكهه، نباتات ذات قيمه اقتصاديه. الجزء السادس ده في حوالي 60 نوع، لكن في عيله هي اكبر عيله في العائلات النباتيه كلها، عيله الكومبوزيتي او الاستريسي. اغلبيه النباتات دي بتبقى نباتات صغيره، لكن في منها بعض الاشجار البسيطه زي التك والبولونيا والاسباسوديا والكابيبويا. دول الست اجزاء اللي احنا المفروض يتعمل بيهم الاي بي جي سيستم جديد. طب انا رحت ماسكه حديقه الامان وحديقه قصر القبه اللي هم معمولين اصلا بنظام سيستم انجلاند سيستم ماتشيسون، اخذتهم وحطيت فيهم، عملت لهم اللي اوت بتاع الاي بي جي سيستم. فابتدينا احنا قلنا ان هم 6 اجزاء، فانا عندي هو الايرلي بلانت حطيت فيه العائلات بتاعته، المانوليتز حطيت فيه العائلات بتاعته، المونوكوت، الايديكوت وهكذا، والروزيتز والاستريتز والروزز. انت مسكت الحديقه النباتيه بتاعه الاوبا وبرضو عملت فيها نفس الموضوع. انا علشان اثبت لكم ان دي في منتهى الاهميه، انا جبت حديقتين من النت معمولين باللي اوت بالاي بي جي سيستم. فدي حديقه في جامعه يونيفرسيتي اوف ويسكونسن، ودي برضو نوع ثاني وحديقه ثانيه معموله برضو بنفس السيستم بتاع الاي بي جي سيستم. لو عندكم وقت ممكن اديكم بعض النبذه التاريخيه عن الحدائق التاريخيه، لو تدوني 5 دقائق ثاني. نعم يعني براحتك، اصل هم هنا يقولوا لي 5 دقائق وهنا دقيقتين، فلو عايزين اديكم اتكلم. الامكانيه الحديقه النباتيه انا عملت قدين حاجتين، اثنين موجودين عندنا عملتهم بالسيستم دوت. هي في منتهى البساطة، لو احنا عملنا السيستم اللي اوت بتاع النبات بتاع الحديقة، النباتات ما فيهاش مشكلة. من جميع الحدائق ممكن ان احنا نجيب نباتات وان احنا ننظم العائلات النباتية. لكن في حاجة مهمة جدا، ان في الحديقة دي لازم يتعمل هيرباريوم. الهيرباريوم دي عبارة عن معشبة اللي هي فيها يعني يمكن اجيبها في الاخر اهو.
دي عبارة عن تصبير النباتات. أنا كنت عايزة أوريكم حاجات كويسة صدقوني، وأوريكم هقص يعني أدي حديقة معمولة سنة 2011، بس أنتوا ما عندكوش بقى صبر بقى. يعني دي يمكن حديقة ما حدش فيكم شافها. دي كانت حديقة الأسرة والطفل، كانت عاملاها سوزان مبارك، وكانت هتفتتح في فبراير اللي فات. فيها لو أنتوا هتشوفوا الفيصة الأولانية دي فيصة تيول ومعمولة بأحدث النظم وببان اوتوماتيك وكل حاجه. هنا ديت مكان للغزلان نازل كده اهوت بطريقه معمول فيها ارتفيشال لوكس. انتوا ممكن تشوفوا الاشجار اللي موجوده اكيد. دي موجوده في طريق السويس وفي ظهر الرحاب. دي المعشبة. المعشبة هي عبارة عن نباتات بتتصبغ، بتتكتب على كل نبات الليمون، بيبقى فيه الاسم العلمي، ودي تعتبر داتا بيز للمكان او لاي او لمصر كلها. يعني احنا مثلا عندنا في الأرمان في دولابين للملك فاروق معمولين بسيستم حلو جدا، فيهم 3000 عينة للفلورا المصرية وشبه جزيرة سيناء وجبل علبة، وكمان نباتات زينة. كل نبات بيبقى فيه الاسم العلمي والاسم الدارج، ده جه منين، امتى الجمع، مين اللي جمعه، ومين اللي عرفه. فداتا بيس كاملة، فهي في منتهى الأهمية موضوع المعشبة دي. لو أحب أنا أستضيفكم عندي يوم في الأرمان وأوريكم المعشبة ونتكلم عن المعشبة بالتفصيل. أدي النباتات أهي بتاعت وبعدين المتحف كمان في أسوان فيه متحف نباتي رائع ومتصبر فيه 100 نبات غير النباتات اللي متصبر.